السلام عليكم. أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بهبوب رياح قوية على 7 ولايات ساحلية بغرب وسط البلاد. أوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن رياحا قوية ستميز اليوم طقس بولاية عين تيموشنت، وهران، مستغان، مشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة، وكذا ولاية بومرداس. وأضاف ذات المصدر أن سرعة الرياح المتوقعة بداية من منتصف النهار وإلى غاية الساعة 9 ليلا قد تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.